كما تشاهدون بفضل الله تعالى يتم الآن تطريح الشاحنات، شاحنات القافلة التي وصلت قبل قليل من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لصالح السكان المحاصرين في شمال قطاع غزة. بارك الله فيكم على الخير والعطاء. الله تعالى نسأل أن يمد في أعماركم وأن يجعلكم دوما بخرا لأهالي شمال قطاع غزة المنكوبين المحاصرين الذين ليس لهم إلا الله عز وجل، ثم أنتم يا أهل الخير والعطاء جلالة الملك ملك الأردن الحبيب. ما زالت الأعمال تجري على قدم وساق من أجل إفراغ الشاحنات التي وصلت، ثم قافلة المساعدات الخيرية الإغاثية بفضل الله تعالى، ثم بفضل الجهود الجبارة والحثيثة التي بذلتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإيصال هذه المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في شمال قطاع غزة المحاصرين بعد انقطاع لفترة طويلة واستشراء وانتشار مجاعة بين المدنيين العزل هنا في شمال قطاع غزة. جزاكم الله خير الجزاء الإخوة الأشقاء في الأردن والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وحمد الله الأردن حكومة وشعبا وملكا، وجزاكم الله خير الجزاء.